السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا أبا عبد الله. السادس من المحرم، سوق الحدادين بالكوفة. وقيل إنه من يوم السادس من المحرم كان سوق الحدادين بالكوفة قائما على ساق، لهم وهج ورهج ووجبة وجلبة، فكل من تلقاه إما أن يشتري سيفا أو سهما أو سنانا ويحددها عند الحداد وينقعها بالسم لإراقة دم ريحانة الرسول صلى الله عليه وآله ومهجة فؤاد البتول عليها السلام. وكانت السهام كلها مسمومة، وبعضها ذو شعبة واحدة، والبعض الآخر ذو شعبتين، وبعضها ذو ثلاث شعب. يا أبا عبد الله.